ومفيد ليكم. موسيماني بيقال بانه يعني في دماغه افكار للصيف اللي جاي، وابتدت تظهر في بعض الحوارات ما بينه وما بين المسؤولين في النادي، سواء لجنه الكوره سواء امير توفيق. كان في كلام على انه في مهاجم، والناس اكدت بانه الاهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سوبر، لكن هو في الاخر قرر انه عايز جناح. دي معلومة مؤكدة انه موسيماني عايز جناح بمواصفات سيرينو، النجم اللي كان بيدربه في سان داونز، النجم الاورجواياني اللي كان بيدربه في سان داونز واللي الاهلي ما قدرش يتعاقد معاه. هو عايز لعيب بالمواصفات دي. تقدر تقول لي هيلعب على حساب مين؟ هو ادرى، ما تقدرش انت تتكلم ولا تقول اصل عنده كهربا وعنده طاهر وعنده حسين وعنده وليد. طب عادي، هو ممكن يبقى برضو شايف انه في حد منهم مش مناسب لافكاره. خلي بالك انت ما تقدرش تحكم على تجربة موسيماني بنسبة 100% لانه جه من غير فترة اعداد، من غير ما يختار صفقاته، من غير ما يختار التشكيلة، من غير ما يختار حاجة. يعني حتى اللعيبة الوحيد اللي قدر ان هو يتعاقد معاه هو والتر بواليا، الوحيد اللي كان يعني جاي برغبته. لكن اي لعيب تاني في التشكيلة الاساسية او في الـ18 او في الـ26 او في الـ30 او في الـ40 مش بتاعه، ما تقدرش تقول ان هو اختاره، فما تقدرش تجزم انه ماشي مع افكاره. وبالتالي عشان تحكم على الراجل ده حكم واضح ونهائي وصريح، لازم تديله الادوات كلها اللي هي اولها انه يختار لعبته. فكلام كتير قوي انه معني مأجل ملف المهاجم لانه عنده قناعة كبيرة بوالتر بواليا وبمحمد شريف، وبيطالب او يعني هيبقى اول طلباته في الصيف، لانه لسه بدري طبعا على الصيف، لكن اول طلباته هتكون جناح بمواصفات محترمة. طيب الأهلي بينتقد، أو موسيماني شخصيا بينتقد في آخر لقائين رغم الفوز على طلائع الجيش، لكن انتقد كأداء، الخسارة من سيمبا كمان نفس الكلام. هل التشبع لعيبة تالت عالم وبطولات وحكايات، هل إجهاد، هل طريقة اللعب، هل